بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أنذرتكم النار وقد حذر المولى جل وعلا وأنذر حذر عباده أشد التحذير وأنذرهم غاية الإنذار من عذاب النار ومن دار الخزي والبوار. فقال المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. تصور نفسك أنك مع الأشقياء والعياذ بالله تواجه الله فيفضحك أمام الخلائق أجمعين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فوالله ما أنذر العباد وخوفهم بشيء قط هو أجد وأدهى من النار. اللهم ارحمنا برحمتك. وصف لهم حرها ولظاها، اللهم ارحمنا، وصف لهم طعامها وشرابها، وصف أغلالها ونكالها، وصف حميمها وغساقها، وصف أصفادها وسرابيلها. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. النار منزل الكافرين، النار تحرق العاصين الذين عصوا الله. أين لذة الغناء؟ أين لذة الزنا؟ أين لذة الخمور وتضييع أوامر الله؟ يا من تلذذ بالعصيان اليوم تحرق بنار الرحمن. يا من لم تستحي من نظر الله اليوم تعذب بنار الله. يا من جعلت الله أهون الناظرين إليك اليوم يعذبك أحكم الحاكمين. قيل دخلوا
فبئس مثوى المتكبرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. إلهنا إليك توجهنا ولبابك قرعنا ومن فضلك سألنا فارحم خضوعنا وارفع خشوعنا ولا تصرف يوم القيامة وجهك الكريم عنا. يا ذا الجلال والإكرام يا من رحمته وسعت كل شيء وإنا لا شيء فلتسعنا رحمتك يا رحمن. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب في قصيدته الموسومة بليس الغريب. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيم نفر الأوطان والسكن. لتنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن. سفر بعيد وزاد لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهدني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبات في غفلة ذهبات، يا حسرة بقيات في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكر والحزن. دع عنك عدلي يا من كان يعدلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أسح دموع الانقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. دعني أسح دموع الانقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين كل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أر الطب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. واستخرج الروح مني في تغررها وصار ريقي مريرا حين غررني. وغمضوني وراح الكل وصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن. وقام من كان حب الناس في عجل نحو المؤسن ياتني يؤسنني. وقال يا قوم لا أبغي غاسلا حذقا، حرا أديبا أريبا عارفا فطني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني. وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني. وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن. وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زاد حنوط حين حنطني. وأخرجوني من الدنيا فوأسفا على رحيل بلا زاد
يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وقال في من يشيع